الباحث عن الله تعالى يجده في كل مكان، موجود في كل التفاصيل، حتى في النبض والسكون. لا يرى ولكنه يحس. عندما تخاف وتبحث عن ملجأ تحتمي به، تحس بقدرته. وعندما تتألم وتحتاج إلى من يواسيك في آلامك ومصائبك، فإنك تشعر بقربه منك. وإذا كنت تنشد أنيساً في غربتك، ستجده مؤنساً ورفيقاً. وإذا تهت في دروب الحياة، تجده دليلك. فسبحانه ما أعظمه، وسبحانه ما ألطفه، وسبحانه ما أحنه وأرأفه. مع تسبيح الملائكة نفتتح برنامجنا تسبيح بتسبيحات السحر. سبحان الرؤوف الرحيم، سبحان الجبار الجواد، سبحان الكريم الحليم، سبحان البصير العليم، سبحان البصير الواسع. يا سامعين ذكر النبي على المصطفى وآل النبي صلوا. يا سامعين ذكر النبي على المصطفى وآل النبي صلوا. لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا. لولا النبي وصهر الوصي ما صام البشر ولا صلوا. روحي فدا الرسول والزهرة واثنعش كوكب بالسماء هلوا. واثنعش كوكب بالسماء هلوا. قم اصحى يا نايم، وحد الدايم، صلي على المحمود والصاحب الموعود. الفجر على الأبواب يا صاحب الزمان، إلو طل بعد غياب. الغيمة رح تنزاح وتطلع شمس يا صاح. حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد. حضر ليوم زين ليوم العيد. حضر ليوم جديد وزين ليوم العيد. هل دمعي لأفدح الأرزاء يوم وافى الحمام خير النساء؟ كيف لا أبكي، كيف لا أبكي والسماء بكت شجواً على زوجي خاتم الأنبياء؟ كيف لا تبكي أعين الخلق طراً من بكاها الرسول؟ أي بكائي عين جودي على خديجة دمعاً، فهي رمز الندى ونبع السخاء.
السلام عليكم مشاهدينا الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج تسبيح الممزوجة بذكر أم المؤمنين وزوج الرسول خديجة الكبرى سلام الله عليها. سلام الله عليها، عظم الله أجورنا وأجوركم. عظم الله أجوركم. مشاهدينا الكرام، الحديث عن خديجة صلوات الله عليها، يعني الحديث عن ثلث الدين في إقامته، إذ قام الدين بكلام النبي صلى الله عليه وآله وجوده المبارك وسيف أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأموال الصديقة خديجة سلام الله عليها. الحديث عن خديجة يعني الحديث عن أم الزهراء سلام الله عليها. الحديث عن خديجة يعني الحديث عن مظلومة كبيرة في تاريخ الإسلام. والحديث عن خديجة هذا اليوم يأخذنا إلى ألم وبكاء نحاول إذكاءه من خلال إحياء أرواحنا بإحياء ذكرها سلام الله عليها، صلوات الله عليها. وإن شاء الله في هذه الحلقة نسلط شيئا من الضوء متبركين على فقرات ترتبط بذكرها. نعم، هذا السحور سحور ممزوج بذكر السيدة خديجة سلام الله عليها، ومقامها غني عن التعريف، حيث روي أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، ومنهن خديجة بنت خويلد التي لولا مالها لما قام للإسلام قائمة. مشاهدينا الأعزاء، نتابع معكم فقرات هذه الحلقة وهذا السحر باسم السيدة خديجة سلام الله عليها. إذا تسمح لنا لكم إن شاء الله ننتقل إلى الفقرة التالية. معكم مشاهدين الأفاضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا،
وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. أحييكم مشاهدينا الأكارم مرة أخرى، فيا أهلا ويا مرحبا. أستاذ علي، إذا تمر بشدة عادة لمن تلجأ؟ المفروض إلى الله تبارك وتعالى، إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله بمسبب الأسباب يسبب لي أسباب الخلاص، إنسان طيب صالح أمثال جنابكم والأخوات المشاهدين، أو من أسباب مادية أخرى. هذا المفروض، هذا العقلي. كل واحد عنده ملجأ يلجأ له. نشوف البعض مثلا لما نصير عنده شدة يلجأ لوالدته، البعض الآخر يلجأ مثلا لوالده، صح. أكو بعض الأحيان بعض الأحيان عنده الواحد أخ عزيز يلجأ له، صحيح. سواء أخ من أبوه أمه، لو أخ صديق يعني قريب على قلبه. البعض مثلا أكو علاقة ود ومحبة بينه وبين زوجته، إذا مر بشدة هي تساعده، يعني واحد يوجه الثاني. لكن في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه، ما أدري إذا توافقني أو لا، في بعض الظروف الخاصة يجد الإنسان نفسه ما عنده أحد داير مدايرة، لا حول ولا قوة. ومثل هاي اللحظات رب العالمين دائما بابه مفتوح، يعني إذا تخلى عنك كل الناس وإذا ما لقيت أي واحد يمك، فيبقى أكو باب مفتوح بأمل لحل كل المشاكل ورفع كل الشدائد، 100%. وهو باب الله تبارك وتعالى. ما أدري إذا أوافقك الرأي 100%. عندك يعني أوافقك الرأي، نعم. باب الله مفتوح، المشكلة بمن لا يلجأ لله، المشكلة مو بالله عز وجل، حاشا حاشا لله ولأهل البيت أن تكون لديهم مشكلة مع أحد، لا، المشكلة بسوء اللجوء لله تبارك وتعالى، الابتعاد عن الله تبارك وتعالى. مرات بعض الأحيان يمكن احنا تناولناها في إحدى الحلقات، إنه ليش ما تكون الأولوية هي اللجوء إلى الله تبارك وتعالى فور وقوع الإشكالية، صح. لماذا احنا يعني ليش احنا خالين رب العالمين آخر الخيارات؟ لا، الله عز وجل بديع، الله عز وجل من بديع لطفه بنا، من بديع صنعه بنا، أنه أوجد لنا أبواب مفتوحة للرحمة وقضاء الحاجة، سبب لنا أسباب. أضرب مثل جدا بسيط وبفخر، إحنا اليوم في هذا البرنامج في تسبيح، نعم. إيماني الشخصي أكيدا جنابك تشاطرني الكلام وفق ما أفهم من علاقتي، نعم. وجنابك الكلام سلم. ما راح نحل إشكالية عند متلقي، حقيقة، نعم. زين، هذا الإشكالية من حلة عد مترقي ساهمنا في جزء من الذكاء تقوية إيمان، إذا نحن سببنا، نعم. سببنا حل مشكلة قد تكون صعبة، قد تكون إذا هي عنده كمترقي إشكالية بسيطة، هذه إذا انتقلت إلى أبناء تكون متفاقمة، والتفاقم شي يسوي تعقيد وابتعاد، صحيح. أشاطرك الرأي من أبنى. جميل. طبعا احنا هذا المقطع اللي جهزناه للأعزاء المشاهدين بهاي الحلقة تتناول قصة شاب صارت عنده مشكلة ما أذكرها، لكن لما لجأ إلى الله تبارك وتعالى انحلت مشكلته بطريقة غريبة. خلينا نشوف المقطع هذا ونرجع إن شاء الله حتى نكمل الحديث مع بعض. مشاهدينا الأكارم مستمرون معكم ونشاهد هذا المقطع وراجع لكم إن شاء الله. كنت بجمع شوية فلوس من شغلي جل الضامن للأيام الصعبة، بس مريم كان لها رأي ثاني. من افتهمتني راح أدفع فلوس العملية خابرتني وقالت لي هذا تعب عمرك لا تصرفهن، يمكن تجينا أيام أصعب.
جينا نتناقش بالتليفون، أدفع ما أدفع فجأة غدرني النذل، باقني أبو المعطور وأخذ الجنطة واللي بيها، طار مني كل شي بلحظة وحدة. يا من تعب، يا من شقى، ويا من على الحاضر لقى. ظليت أفتر بالشوارع مثل التايه، ما أدري وين أدير وجهي. وأني أمشي سمعت صوت ولدي يصيح، هو أنا ناقصني مشاكل بس قلبي ما يطاوعني. كان تايه ما يدري وين يروح، نسيت مصيبتي ومشيت وياه. الحياة علمتني درس، لازم نساعد بعضنا حتى الله يساعدنا. وقفت يم محل أشتري حاجة للولد، خاف جوعان. لقيت الدكان هوسة، أوه ما أدري مين طلعت دي هاي الشغلة، أنا ناقصني هذا وقت فعل خير، ما أدري. فجأة وقعت عيني على هو هذا، هو الحرام اللي باقني. آني إلك ربي، شما أشكرك ما أوفيك حقك. عمره ما خسر. يا دليلي عند حيرتي، قد يقف المرء عند مفترق طرق فلا يدري أيتوجه يمينا أم يتوجه شمالا، هل يقدم أو لا يقدم، فيجد الله تبارك وتعالى دليلا له في حيرته، يرشده أين يتوجه وأين يمضي وماذا يفعل. ما خاب من جعل الإيمان بوصلته في الحياة. جميل. البوصلة التي تدله على الطريق السليم الموصل إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. جميل جدا. نحن نحتار لماذا؟ مرة يكون الإنسان محتارا إن كان ليس لديه أي خيار للحل، أي حل، ومرة يكون محتارا إن كانت لديه خيارات متعددة. نعم. بالتالي في الخيارات المتعددة وفي عدمية الخيار هناك دليل. دليل. نعم. اسمه الإيمان. صحيح. الإيمان بمن؟ بالدليل عند الحيرة. هذا التعبير بدليل الحائرين. التعبير اللي عبرته تعبير جميل جدا. الإيمان مثل البوصلة. أحسنتم. كالنوري في الظلمات، يعني إذا شلون الواحد يمشي في جو مظلم نهائيا ما يشوف أي شيء أمامه، إذا كان عنده إيمان يسترشد إلى الطريق الصحيح. سنت. وإلا لضاع تاهه في الصحراء ما يدري. مئة بالمئة. لذلك في مثل هذه الليلة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل الإيمان بوصلتنا في أمورنا، وأن نتوجه بالطريق الذي يريده الله تبارك وتعالى لنا إن شاء الله. آمين. بحق محمد وآل محمد. آمين رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في دعاء البهاء، هذا الدعاء العظيم الذي توقفنا في الحلقة السابقة عند موضوع الرحمة، ومن أبواب الرحمة هي هذه السيدة الجليلة السيدة خديجة عليها السلام، وهذا السيد الجليل أبو طالب سلام الله تعالى عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب بناصر الإسلام بحامي رسول الله صلى الله عليه وآله، وبناصرة الإسلام السيدة خديجة عليها السلام. اللهم أني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة، اللهم إني أسألك برحمتك كلها. تحدثنا في الحلقة السابقة عن أنواع الرحمة وأقسام الرحمة، وأن الرحمة التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى هي هذا الفعل، هذا الإيجاد، وليس المقصود يعني بمعنى أن الله يرحم يعني يجبر هذا النقص، أن الله يرحم المستضعف، يرحم المسكين، يرحم كل الموجودات، وهناك رحمة واسعة قد عبر عنها النبي صلى الله عليه وآله كما نقلنا في الحلقة السابقة أن لله تعالى 100 رحمة
أنزل منها واحدة إلى الأرض فقسمها بين خلقه فبها يتعاطفون ويتراحمون، وأخر 99 إلى أين؟ إلى يوم القيامة، حتى الله سبحانه وتعالى يرحم بها العباد. رحمة الله الواسعة والعظيمة. توقفنا عند بعض هذه العناوين، والآن نريد أن نكمل فكرة في هذا المجال، في مجال الرحمة الواسعة. هذه الرحمة الواسعة، هذه الرحمة العظيمة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، إن هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة الواسعة التي الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنها وسعت كل شيء. ولذلك إذا رجعنا إلى روايات الأئمة، روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرحمة التي أنزلها الله على البشر، هذه الرحمة التي هي واحد من 100، من 100 قسم كما عبرنا في الحلقة السابقة، منها جعل الأم تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، إلى آخر هذه التعبيرات. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر في أكثر من رواية في هذا المجال، فقال لنا بأن هذه 100، 100 رحمة، هذه 100 التي هي من خلق الله عز وجل، فيها واحدة نزلت إلى عالم الدنيا. وفي روايات أئمتنا نجد أيضا نفس التعبيرات: فما ظنك، يقول الإمام الكاظم عليه السلام، فما ظنك بالرؤوف الرحيم الذي يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه، فكيف بمن يؤذي فيه، وما ظنك بالتواب الرحيم الذي يتوب على من يعاديه، فكيف بمن يترضاه. يعني كيف الإنسان الذي يؤذى في الولي ومن أجل الولي، كيف سيتعاطى مع الله الرحيم إذا كان هذا الإله الرحيم يتودد إلى من يؤذيه بأوليائه. ومن هنا نفهم سعة الرحمة الإلهية وعظمة الرحمة الإلهية، وأن العلاقة بين الله وبين خلقه مبنية على هذه الرحمة العظيمة. نرجع إلى الدعاء، ورحمة الله سبحانه وتعالى تجسدت بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبأمة أهل البيت. أسألك برحمة الله الواسعة. رحمة الله الواسعة هو النبي محمد صلى الله عليه وآله. ثم استدرك الإمام الباقر وقال: يا رب، كل رحمتك، كل آل محمد، كل واحد من هؤلاء العظماء ومن هذه الأنوار هم معدن الرحمة، وهم الرحمة الموصولة كما في الزيارة، وهم بيت ماذا؟ وهم بيت الرحمة كما في أخبار عديدة، وهم الرحمة الواسعة. محمد صلى الله عليه وآله هو هذه الرحمة العظيمة، ثم باقي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك بكل صنوف رحمتك، المرتضوية والمجتبوية والشهيدية والسجادية والباقرية، وهكذا، حتى أكون ممن امتثل لأمرك، والامتثال لأمرك أن لا أفرق بين أحد منهم، فأأخذ بحديث أمير المؤمنين عليه السلام، حديث النورانية: كلنا واحد، أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد. هؤلاء الأنوار العظماء هم الباب الذي نذهب به وإلى الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل إلى عنوان آخر من العناوين المهمة في هذا المجال، والذي يحتاج إلى توضيح وشرح، وهو الكلمات التامة. لاحظوا التعبير هذا الجميل الذي ينتقل به الإمام من الرحمة، من الرحمة الواسعة المتجسدة برسولنا صلى الله عليه وآله، إلى الكلمات التامات التي سنبينها إن شاء الله بعد قليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
واجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. بعد أن بينا هذه الرحمة في كلام الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، انتقلنا إلى هذا المقطع السابع حسب دعاء البهاء، وهو المتعلق بالكلمات التامات. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. هذه الكلمة لها عدة أطلاقات، تارة يكون المقصود بها الكلمة المؤلفة من الحروف، يعني هذه الكلمة الملفوظة بنسميها الكلمة، وقد يكون مقصود بها هذه الكلمة المكتوبة، نقول كلمة مكتوبة، فنقول مثلا بعض التعبيرات كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، وقد يراد بالكلمة الدين، ما كما نخاطب الأئمة عليهم السلام في الزيارة الجامعة ونقول لهم وبموالاتكم تمت الكلمة وعظمت النعمة وائتلفت الفرقة، يعني بمعنى الكلمة هنا يعني كلمة الدين، كلمة الإسلام، بموالاتكم، بموالاة أمير المؤمنين، بموالاة هؤلاء الأئمة العظام والكبار، هؤلاء العظماء بهم تمت ماذا؟ تمت هذه الكلمة، يعني تم الدين في هذا المجال. وقد يطلق الكلمة ويراد بها الرأي، يقال اتفقت كلمة الفقهاء، اتفقت كلمة العلماء، اتفقت كلمة هذه المجموعة على الرأي الفلاني، يعني اتفقت بمعنى يراد بها بمعنى الاتفاق على كلمة، على رأي واحد. قد يراد بها التقدير، نقول ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما. ما معنى هنا ولولا كلمة؟ قالوا ولولا التقدير الإلهي. وقد يراد منها القضاء، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالمقصود هنا بهذا التعبير في هذه الآية المباركة هنا بالكلمة هو القضاء الإلهي، يعني عندما قال وتمت كلمة ربك يعني وتم القضاء الإلهي في هذا المجال. وقيد أيضا قد تطلق على النعمة، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا إلى آخر الآية، بمعنى أيضا النعمة. إذا تتبعنا الآيات القرآنية قد نجدها أيضا أطلقت على نفس القرآن، فهو كلام الله وهو كلمة الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. هنا تعني القرآن الكريم. قد يراد منها العذاب، يعني حقت عليهم كلمة ربك، هؤلاء الذين حقت عليهم لا يؤمنون إلى آخر آية سورة يونس آية 96، يعني هؤلاء حق عليهم العذاب. قد يراد من الكلمة الولاية، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح آية 26، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى. ألزمهم كلمة التقوى ما معناها؟ في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أن الله تعالى عهد إلي في علي عهدا، عهد إلي في علي عهدا، فقلت يا رب بينه لي، فقال اسمع، قلت سمعت، قال إن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام راية الهدى وإمام أوليائي
ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها للمتقين. من أحبه أحبني، ومن أطاعه أطاعني، فبشره بذلك. فبشرته فقلت: اللهم يا الله اجعل هذا القلب قلبه، واجعله ربيعة الإيمان. فقال عز وجل: قد فعلت. هذا علي عليه السلام هو كلمة الله، ولاية علي عليه السلام هي كلمة الله. قد يراد منها الفصل، قد يراد منها الأمر كما في بعض التعبيرات، قد يراد منها الشأن، قد يراد منها مثلا السنة الجارية كما في الآية المتعلقة بالإمامة: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني بمعنى جعل الإمامة كما روي سنة باقية جارية في هذا المجال. وللكلمة إطلاقات متعددة، منها الكلمة الوجودية التي أطلقت على السيد المسيح عليه السلام، فالمسيح عليه السلام هو كلمة الله. إذن كل ما في عين الواقع وفي الوجود هو كلمة الله، من حيث دلالة هذا الأمر على الله وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الكلمات لها دلالات أعظم ودلالات أكثر، كالسيد المسيح عليه السلام، كالكلمة العظمى والكلمة التامة، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت. نسأل الله بحق هؤلاء العظماء، بحق محمد وآل محمد، أن نفهم بعض هذه الأدعية، أن ننتهج نهج أهل البيت في هذه الأدعية المباركة في هذه الأسحار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. إذن المسألة مو مسألة موت، لا مسألة مشيرة. الموت لا يعدمنا، صحيح يفرق بين أرواحنا وأجسادنا، ينقلنا إلى عالم آخر غير هذا العالم اللي عشنا به، فد عالم فد كيان آخر، بدليل أن القرآن دا يعطينا صورة متحركة: يرجعون وإليه يرجعون، أو يرجعون في بنفس الوقت أن هاي أكو مشيرة ماشي راجع إلى المكان اللي طلع منه مرة أخرى. هاي أول شيء، هاي وحدة. الوحدة الثانية تنبه لها، هذه يقول أنت راح تروح إلى الله، وهذه هي اللي تبعث الأمل بالنفس. والله كاد أعرابي شاف أهله يبكون داير مدايرة عندما احتضر، قالوا له ليش تبكي؟ قالوا ليش تبكون؟ قالوا له نبكي عليك. قالوا ليش تبكون علي؟ قالوا له مو تموت. قالوا له يموت إلى أين يروح؟ قالوا له إلى الله. قالوا فرحوا لي، أنتوا ليش تحزنون علي؟ أنا رايح للرحمة، رايح للعطاء، ما رايح لي إلى لئيم، ولا رايح لي إلى واحد حقود. نعم، رايح إلى واهب العطاء، إلى الذي يعطي ويعطي ويعطي حتى لا حدود لعطائه. بالعكس افرحوا لي. ما في شك. مو يقول سلمان المحمدي رضوان الله عليه لما قال: وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. جاوب الإمام: وحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على كريمي. أنت تقول أنا رايح مجرد تمام، لكن لمن يغدق عليك العطاء؟ لا تنسى أنك رايح إلى الله، وهذا هي مصدر الرحمة. ما إن أمل برحمتها لا يحرمنا من عطائه بحق محمد وآله.
اللهم أنت تعلم أني على ظلمي لنفسي وإسرافي عليها لم أتخذ لك ضدا ولا ندا ولا صاحبة ولا ولدا. يا من لا تغلطه المسائل، ويا من لا يشغله شيء عن شيء ولا سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، أسألك أن تفرج عني في ساعتي هذه من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب، إنك تحيي العظام وهي رميم، إنك على كل شيء قدير. يا من قل شكري له فلم يحرم، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ورآني على المعاصي فلم يجبهني، وخلقني للذي خلقني له فصنعت غير الذي خلقني له، فنعم المولى أنت يا سيدي، وبئس العبد أنا وجدتني، ونعم الطالب ربي وبئس المطلوب ألفيتني. عبدك ابن عبدك ابن أمتك، بين يديك ما شئت صنعت بي. اللهم هدأت الأصوات وسكنت الحركات، وخلا كل حبيب بحبيبه، وخلوت بك أنت المحبوب إلي، فاجعل خلوتي منك الليلة العتق من النار. يا من ليست لعالم فوقه صفة، يا من ليس لمخلوق دونه منعة، يا أول قبل كل شيء ويا آخر بعد كل شيء، يا من ليس له عنصر ويا من ليس لآخره فناء، ويا أكمل من عود ويا أسمح المعطين، ويا من يفقه بكل لغة يدعى بها، ويا من عفوه قديم وبطشه شديد وملكه مستقيم، أسألك باسمك الذي شافهت به موسى، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الصمد، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني الجنة برحمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي تصاغر عند تعاظم آلائك شكري، وتضاءل في جنب إكرامك إياي ثنائي ونشري، جللتني نعمك من أنوار الإيمان حللا، وضربت علي لطائف برك من العز كللا، وقلدتني مننك قلائد لا تحب، وطوقتني أطواقا لا تفل، فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى الشكر،
فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. إلهي فكما غذيتنا بلطفك وربيتنا بصنعك فتمم علينا سوابغ النعم وادفع عنا مكاره النقام وآتنا من حظوظ الدارين أرفعها وأجلها عاجلا وآجلا. ولك الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك حمدا يوافق رضاك ويمتري العظيم من برك ونداك. يا عظيم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام على خديجة الكبرى، السلام على زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما إن وصلت هذه الحلقة إلى منتهاها حتى آن أوان آخر لنكون بخدمتكم بلون أسى مختلف. حياكم الله مشاهدينا الأفاضل مرة أخرى في المحطة الأخيرة من هذه الحلقة من برنامج تسبيح. كما عودناكم في كل حلقة وفي نهايتها نأخذ جانبا من جوانب سيرة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، لكن في هذه الحلقة نود أن نتطرق إلى صاحبة الذكرى، إلى زوج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وأم المؤمنين وإحدى سيدات هذا الوجود، حيث بلغ الكثير من الرجال الكمال لكن لم يبلغ الكمال إلا 4 نساء كما ورد في الروايات، ومنهن خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، هذه المرأة الطاهرة، هذه السيدة الجليلة التي نحيي ذكراها في مثل هذه الليلة. السيدة خديجة سلام الله عليها لما تزوجت بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولما رضيت أن تتزوج به هجرتها نساء مكة، هجرتها نساء مكة ولم يعودوا يدخلوا دارها بعد أن تزوجت النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أستاذ علي، لذلك بقيت وحيدة فريدة دون أن يأتيها نساء قريش ويزوروها داخل بيتها. نعم أستاذ حسن، حولت بقوة إيمانها وصلابة جعشها حولت العزلة التي كل ظواهرها الانكسار إلى انتصار. سكنت بالنبي صلى الله عليه وآله وكانت ثلث الرسالة، الرسالة التي قامت بيد محمد وفكره صلى الله عليه وآله وسيف علي صلوات الله عليه وأموال هذه الطاهرة خديجة. لم تبقى وحيدة كثيرا سلام الله عليها، لأن جنينها الذي في بطنها كان يحدثها ويؤنسها سلام الله عليها. السيدة الزهراء كانت تحدثها وتؤنسها في بطنها، ولما كان يدخل إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يراها تحدث جنينها الذي في بطنها فيسألها من تحدثين، فتقول له إنها أنثى وإنها من النساء الطاهرات وهي تحدثني وتؤنسني في وحدتي. حتى أنها لما أرادت أن تضع هذا الجنين
خاطبت نساء قريش، وبالتالي أي مرأة تريد أن تضع حملها تحتاج إلى نساء من يعينوها في الولادة، ويلو منها أمر النساء في حين الولادة. لكنهم من امتنعوا عن القدوم ومساعدة السيدة خديجة، وقالوا لها أنت رفضتي نصحنا وتزوجتي بمحمد صلى الله عليه وآله ولم تسمعي كلامنا، واليوم نحن لا نسمع كلامك. يعني نحن اليوم أيضا ما بدنا نسمع كلامك، ولم يعينوها بالتالي. لكن ما هي إلا ساعات حتى رأت خديجة سلام الله عليها، سلام الله عليها، أربع من النساء طويلات، عندما رأتهن هابتهن، فقالوا لها لا تخافي، نحن رسل ربك إليك. آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران، هاتان السيدتان الجليلتان كانتا منهن. وما هي إلا لحظات حتى وضعت الصديقة الكبرى السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكانت هذه انطلاقة لأنوار أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، حيث كانوا كلهم من نسل السيدة الزهراء بنت السيدة خديجة زوج الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. نحن في هذه الليلة حسنت نتذكر عظم هذه السيدة الجليلة وأفضال هذه السيدة الجليلة علينا وعلى الإسلام أجمع، حيث أن لمساتها ما زلنا نلمسها وما زلنا نشعر بآثارها حتى هذا اليوم. أحسنت، بل أننا نستشعر في كل لحظة أن خديجة تلك الأم الصالحة العظيمة والزوجة التي أكملت هيبة زوجها، هي أم كل شهيد، أم كل مجاهد، هي الزوج الصالح للعلماء الأفذاذ، هي الصورة التي نراها في كل زوجة صالحة وبنت صالحة وأم صالحة، هي صورة من تبذل لوجه الله تبارك وتعالى مالا على كل إنسان عزيز إلا ما رحم ربي. سلام عليك يا مولاتي يا خديجة الكبرى، اشهدي لنا واشهدي أننا نذكرك في هذه الساعة سعيا منا لأن نجمع بين طيب الجوار بالمعصومة سلام الله عليها وبين ذكرك وذكراك، فسلام عليك يا سيدتي ورحمة الله وبركاته. سلام عليك يوم ولدتي ويوم توفيتي ويوم تبعثين حية بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأكارم، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، ما يفصلنا عن الأذان إلا مدة قصيرة، نتمنى لكم سحورا طيبا طاهرا وصياما مقبولا بإذن الله تبارك وتعالى، ونبدأ سحورنا باسم السيدة خديجة سلام الله عليها ونهدي ثواب عملنا لها إن بإذن الله. مشاهدين الأكارم، نلقاكم في ليالي أخرى من هذا البرنامج بدوري ونيابة عن زميلي أيضا الأستاذ علي الذي يشاركني تقديم هذه الحلقة، أودعكم على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في ليالي أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله في أمان.